الاهلي كمان خلينا نقول بيصنع التاريخ فعلا. ليه بقى؟ تعالوا كده نتكلم بتفاصيل، او خلينا نروح تحديدا تاريخ مواجهات الاهلي مع عرب اسيا. دايما بتكون اشبه بالدربيات، دي حقيقه. يعني الاهلي فيها حقق اولا 3 انتصارات في 4 مواجهات، وده اعتقد مقدار او يعني احصائيه يعني جيده جدا لصالح النادي الاهلي. خسر في اول مواجهه كانت امام اتحاد جده، كان في 2005، كان بهدف دون رد، وبعد كده فاز على الدحيل القطري في 2021، ده كان بجول حسين الشحات وقتها. فاز على الهلال السعودي، كان سكور رائع جدا وقتها برضو 4-0 في مباراه تحديد المركز الثالث في النسخه بعد كده اللي بعدها كمان. وفاز اخيرا في على اتحاد جده بثلاثيه مقابل هدف اللي تابعناه كلنا. واخيرا يعني فعلا من اجمل ارقام الاهلي بعد فوز اول امبارح، نتكلم بقى 9 انتصارات من 23 مباراة خدها في كاس العالم للانديه، وده ثاني اكبر فريق تحقيقا للفوز بنقول في البطوله بعد ريال مدريد، 12 انتصار من 14 مباراه. فيعني لا بجد بلغه الارقام واللي فاهم في لغه الارقام ده او دي نسب اكثر من رائعه.